جميل أن تعيش حياتك ببساطة مهما كانت ظروفك قاسية، أن تبحث عن لقمة العيش الحلال، أن تعيش لأجل الحياة كيفما كانت. قصص كثيرة نتعرض لها دائماً في برنامج بين الناس. قصة العم عبده في هذه الحلقة تحكي الكثير عنه وعن عائلته، والأكثر والأغرب أن تعيش في منزل داخل جبل فيكون لك الدنيا وما فيها. أما الشاي فهو المذاق الألذ بنكهته السرية. يدرس في الصباح ويعمل في المساء في بيع الشواحن والأدوات الكهربائية. كفاح دون حدود، تشاهدونه في الحلقة القادمة من برنامج بين الناس، فكونوا على الموعد.